المارشال آرت مش بس رياضة بالنسبة لي، هي نظام حياتي وتوازني بالحياة. الفنون القتالية هي مهمة لي، يعني هي نمط حياة لي، يعني كوني بلشت أنا من أنا وصغير صارت جزء من حياتي. يعني كيف بيقولوا الواحد بياكل بيشرب وبينام، الرياضة القتالية جزء بحياتي أنا بتبعه. الرياضة القتالية هي أكثر رياضة بتخليك تنفسي. ليش؟ لأنه منصرخ، مننفس، مننفخ، تعرفوا منضرب على الكيس، على البات، ومنتحرك بالهواء. سامي دمه رياضة، روحه رياضة، حياته، عقله، بشوف كل الناس رياضة حوالي، يعني مكرس حياته من وقت ما بلش، من وقت ما بعرفه أنا من 35 سنة بس بلش يتمرن رياضة. نحنا ما كتير فات براسنا اللعبة اللي عم يلعبها هو كاراتيه، ونشوفها سينما، بس نقول نحنا معقولة فينا نعمل مثله؟ رح يصير إلي 34 سنة مارش هالرياضة، في طلوع وفي نزول، بس مرقت نص حياتي أنا يعني اتدرب بقوة واشتغل فيها تقريباً 12-13 ساعة بالنهار. بعدني 12-13 ساعة بس جزء تدريب يعني لإلي، والأكثر عم درب فيهم. يعني أنا بالأساس ما عرفت أمتى الفنون القتالية، ما قررت إنها تكون مهني لإلي، أنا فجأة لقيت حالي مدرب. أي إنسان ليكون مدرب أو معلم شاطر حقيقة في عدة نقاط بتنجح، وأول شغلة بده يكرس نفسه، بده يحبه مثل أي شيء، بس رياضتنا بالذات لأن رياضة قتالية فيها تعب عضلي وجسدي، نحن بنقول لهم توافق عضلي فكري، يعني ذهني فكري، coordination between muscle and mind. سامي كمدرب ساعدني كتير كتير لإلي شخصيا، بس إذا نحكي بالمجمل ساعد الكل، يعني ما في شخص اتدرب عنده بهالفترة أو بالزمانات لورا ما قال انه كان one of the kind، او كان انه شخص كتير مميز او مدرب، او كان يعتبر كمان مثاله الاعلى. اي واحد عنده خبرة بيقدر يعلمكم بوكس، بيعلمكم لطة، بيعطيكم برنامج على اللياقات، فيكم تجيبوا دي في دي او كتاب تقروا شو البروجرام اللي بتدربوا عليه البرامج الابطال. بس انا بقول لهم شغله اخذها من خبرتي، نقل المعلومه، النقل الصحيح هو يعني المدرب الصحيح. تقريبا يعد بلا منازع احسن مدرب انا بحس بالوطن العربي، او حتى بحسب خبرتي برا يعد من احسن المدربين. انا كثير تعاملت مع مدربين برا، سامي من احسن شيء انا تعرفت عليهم. تعرفت على الأستاذ سامي بالصدفة، نحن كنا عم نتمرن كاراتيه يابانية يوكي شونكاي، وصلنا لمرحلة متقدمة وكنا عم نفتش على مدرب من نوع آخر من يلي شفناهم. يعني كنا شفنا مدربين منيح وجيدين، بس بدنا مدرب بيكون هو عم خلاق، عم يعطي شيء من عنده. فبالصدفة اجتمعنا الصبح أول مرة الساعة 4 بنادي على الروشة بالأستاذ سامي، ومن أول يوم أو من أول نص ساعة تعلقنا فيه، وما صرنا بدنا نكفي معه على طول، لأنه اللي شفناه عنده ما شفناه عند حدا. سامي مهووس بالرياضة، قلت لك لو ياريتني بلعب رياضة لضل بين ايدي لشوفه، لأنه عطول هو بالنادي، عطول عنده رياضة، عطول عنده سفر، عطول عنده يعني شغل، عطول بحكي معي عندي مباراة، عنا هيك عنا هيك، يعني على طول يعني مهووس مهووس، بالمنام بيخبط بحاله. بي إذا ما نحكي بي عن تضحية للرياضة، ما بعرف كيف ما بتنقال بالكلمات، يعني فضحى كتير هو لألا، قضى وقت، إجا وقت كمان يعني يبعد عن البيت ويروح سفر، سافر كتير لبرا، دخل الرياضة على كذا بلد، كان تعتبر لإله يعني 90% من وقته، وكان يدرب كذا نادي. يعني وقت اللي صار لي ظرف انه روح درب بالخليج بأبوظبي هديك الايام، واجتني دورة على اليابان
كنت بين خيار انه روح ارجع يعني على بلدي كفي، وانا كنت حابب اعمل حقوق، واهلي كانوا حابين يعني بيي بعتني على امريكا، عندي قرايبين يكفي ادرس هونيك. فظبطت حالي ورحت على اليابان، لقيت الشيء اللي انا بحبه يعني مثل ما قلت لك، ونمط حياتي صار الكاراتيه. أنا وصغير بحب الرياضة كتير يعني، والظاهر كان عندي هيك كاريزما to be a leader يعني، دائما أنا لكون كابتن فريق الفوتبول بالبينج بونج بالفولي بول. بتذكر الكشافة، كنت أنا بعد 3-4 أشهر مسؤول بالكشافة، يحطوني رئيس نوبة الحرس، نعمل جو حلو، سهرة النار، نطلع، كنت أول واحد ما نعربش على الشجرة، أول واحد بالليل بالمارش اللي نمشي فيه. سامي كان كتير هني هو صغير، مهضوم يعني كتير، كل الجيران كل العالم قالوا لي شو هالصبي المهضوم. بعدين كان يساعدني كتير بالبيت، إذا لقاني معجوقة بدي شيء دغري لبيني، يجيب لي غراض، ينزل يساعدني بالبيت بالشغل. سامي كان جريء، ما بيخاف من شيء، بيواجه الكبير والصغير، الحلو والعاطل إذا بدك يعني، مشان هيك حبوه كتير. طفولتي بالأول يعني بين هيك 9 سنين و11 سنة 8 سنين و11 سنة كتير أنا حسيتها يعني، بتذكر انه كان صعب علي. الشيء الحلو فيها كنت مدلل كثير، بس هي كانت نتيجه انه عم بديروا باله يعني انه حرام سامي مريض. هيدي اللي انا وصغير وصغير. مرقت الايام وخيب مره راي يعني، رحت مع خيي على نادي السرور، كان يعمل مصارعه وكاراتيه، وفتت معه. مرة من المرات أنا عم بعمل تدريب قوي كتير، جتني كريزة قوية، نقلوني بحيل يعني إذا بدك خطرة على المستشفى. بنتيجتها دفء الدم القوي بالصمام أو شيء، أو يمكن الرياضة عملت دفء، وطبعاً إرادة ربنا بالنتيجة يعني. بس أنا حسيت ساعتها أنه الرياضة اللي كنت محروم منها هي السبب اللي خلتني عيش وارجع انسان طبيعي واقوى من طبيعي. من هون قررت انه كفي بالرياضة، صرت اعمل حديد واعمل كاراتيه. اذا بدي اقول لك عن شخصية بيي، شخصيته شوي فريدة من نوعها، كتير حلوة لانه كتير ستريكت